أعلنت وزارة النقل أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية استقبلت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM نيفادا. يبلغ طول السفينة نحو 366 مترا وعرضها نحو 48 مترا بغاطس يصل إلى 15 مترا، وحمولتها الكلية نحو 150 ألف طن بما يعادل 12 ألف حاوية مكافئة، وستتداول بالمحطة نحو 1530 حاوية. وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة نيفادا الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة، حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية عملية جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 3 مليارات و800 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تريليون 780 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 25,519 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5,955 نقطة. صعد مؤشر EGX 100 بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 8,479 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان شركة بريطانية لأمن الملاحة البحرية عن اختطاف ناقلة نفط قرب سلطنة عمان، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.24% ليصل إلى 78 دولار و52 سنت للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.52% ليصل إلى 73 دولار و17 سنت للبرميل. فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1% لتصل إلى 3 دولارات والسنت للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتسجل نحو 3 دولارات و3 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو قطاع الطاقة المتجددة عالميا بمثلين ونصف بحلول عام 2030، لكنها رهنت ذلك ببذل الحكومات المزيد من الجهود. وقالت الوكالة إن القدرات الجديدة التي أضيفت العام الماضي في قطاع الطاقة المتجددة زادت بمقدار 50% مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة نحو 510 جيجا وات. ووافقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الأحفوري، لكن لم يتم الاتفاق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية. أعلنت سلطنة عمان إطاراً للتمويل السيادي المستدام، وذلك لمساعدتها في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري ولجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي. أعلنت السلطنة اعتزامها إصدار وطرح أدوات مالية مثل السندات الخضراء والمستدامة والقروض والصكوك لتستخدم الأموال التي تجمع منها في إعادة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
في الولايات المتحدة زادت أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في ديسمبر، حيث وصلت الإيجارات توجهها السعودي بما قد يؤخر خطوة تتوقعها الأسواق لخفض أسعار الفائدة في مارس. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3% في الشهر الماضي. كما كشفت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار 1000 طلب إلى 202 ألف طلب في تقدير معدل ليعكس العوامل الموسمية للأسبوع الماضي. تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة. وتسبب العدوان على غزة في رفع إسرائيل نفقاتها إلى مستويات قياسية بلغت نحو 54 مليار دولار، مما يستغرق وقتا طويلا لإعادة تنظيم الاقتصاد الإسرائيلي. يضيق الخناق يوما بعد يوم على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بشكل كبير من تداعيات التصعيد على قطاع غزة، وتتشبث سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأي قشة قد تنقذ بياناتها الاقتصادية. وقد تأثرت أنشطة الاستثمارات والأسواق المالية مع زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، فنزفت بورصة تل أبيب أكثر من 16% من قيمتها السوقية بخسارة تجاوزت 62 مليار دولار. كما انخفضت أسهم البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 31%، وفقدت الاستثمارات الإسرائيلية في المحافظ المالية الأمريكية أكثر من 14% من قيمتها، فيما تكبدت الأسهم الدولية المرتبطة بإسرائيل والمقيمة بأصول تبلغ 43 مليار دولار إلى خسائر زادت على 14% من قيمتها في الأسواق العالمية والبورصات الأجنبية وصناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية. أما الشركات الإسرائيلية المدرجة في البورصات الأمريكية والتي تتجاوز 100 شركة فقد خسرت أكثر من 15% من قيمتها وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي. يرى الخبراء أن الأزمة لن تكون عابرة وإنما طويلة الأمد، بعد أن أدى التصعيد العسكري في غزة إلى رفع النفقات إلى مستويات قياسية كبدت تل أبيب نحو 200 مليار شيكل أي 54 مليار دولار. بحسب الخبراء فإن محاولات معالجة الوضع لن تكون مهمة سهلة، بل إنها ستعيد المشهد الاقتصادي في إسرائيل عقداً من الزمان. وصل معدل الإنفاق على الأمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6%، لكنها ارتفعت الآن إلى حوالي 6%، ما يمثل ضرراً بنسبة 1.4% للناتج المحلي الإجمالي. وعلى المدى القصير لن يكون هناك مفر من زيادة الديون والإيرادات بما في ذلك الزيادات الضريبية، وهو ما كان فحوى الرسالة التي وجهها محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو، وهي رسالة جاءت بعد أيام من تحذير نفس المسؤول من تعرض اقتصاد بلاده لضربة قوية إذا لم يتم تعديل الميزانية وخفض النفقات.